سمعتوا عن حاجة اسمها الكوبري الذكي؟ يعني أنا مثلا لما حد يجي يقول لي الكوبري الذكي إيه، هفهم إنه مثلا ممكن يبقى كوبري عليه مستشعرات معينة تقدر تقول لي حجم الأحمال اللي عليه قد إيه، سواء إذا كانت مركبات أو مشاة، مثلا إذا كان الكوبري مشاة أفهم إنه مثلا يقول لي الوزن آسف قد إيه، أو عدد العربيات، أو إنه ممكن إنه يرسل حاجات مثلا للتليفونات بتاعتنا عن طريق الشبكة. في حاجة اسمها رسائل الشبكة، يعني اللي هي نتورك مسج، مش لازم يعرف تليفونك ولا حاجة. النتورك ساعتها بتروح بعتة تقول يا جماعة مثلا أنتوا قدامكم 10 دقايق هتبقى الدنيا زحمة، بعد كده هتلاقي الدنيا فتحت قدامك، أو يفضل أنت تاخد الطريق الفلاني، حاجات زي كده يعني. فانا لقيت انه في حاجه فعلا اسمها الكوبري الذكي، ولقيت انه كمان في مشروع كده اتعمل غريب جدا. مهندسه مصريه، خد بالك، هي اللي بتصمم اول كوبري ذكي في العالم. طيب وعملته ازاي؟ عملته من الالياف النباتيه. والله العظيم انا فاهم يعني ازاي اتعمل من الالياف النباتيه يعني. طيب واتعمل له اجهزه استشعار. الكوبري ده اتعمل في هولندا، وتاهل لنهائي كاس ابتكار او جايزة ابتكار المباني في الاستخدام الرقمي لمواد البناء للعمارة البيئية في باريس. موضوع كبير مش سهل. طيب عبر زوم ومن شتوتغارت المانيا، ارض المهندسين، دكتور هناء ضاحي. اهلا بك يا دكتور هناء. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ كله تمام الحمد لله. يا بختنا بالمصريين والله، وبحضرتك واحدة منهم يا دكتور هناء. الله يخليك يا فندم، دايما من كده رافعين راسنا في كل حتة. ايه حكاية الكوبري الذكي ده؟ والله الكوبري ده كان يعني عبارة عن شراكة ما بين 15 شريك، ده مشروع ضخم تبع الاتحاد الأوروبي، مشترك فيه 4 دول أوروبية، هي ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا، والجانب الهولندي هو اللي بيرأس المشروع بالكامل، وانا اللي برأس الجانب الالماني واعتبر المعماري للمشروع كله يعني. حضرتك بترأسي الجانب الألماني؟ ايوه في اللهم صل المشروع على ده النبي، طبعا يعني. اللهم صل على النبي، والله العظيم. كملي يا فندم. فالمشروع هو الاول فعلا من نوعه، ان هو يبقى من الالياف النباتيه ومعمول جواه سنسورز، يعني بيتشاف بالظبط ايه اللي بيجرى جوه الكوبري، وعشان يتم معرفه بالظبط ايه حجم الاحمال الداخليه وبيأثر ايه على المواد الجديده. وبالمناسبه انا عندي هنا بالصدفه، يعني مش عارفه اذا كان ده ظاهر في الكاميرا ولا لا، عندي نجرب. زي سامبل كده من يعني دي الياف كتان، يعني دي الياف عاديه جدا. ده كتان، في ماشي. ده كتان، ففي شركه في هولندا في روتردام هي اللي بتصنع الكباري بمواد خفيفة، عادة بتعملها من ألياف الكربون، وإحنا جمعنا كل الناس تقريبا أو مجموعة ضخمة من الناس اللي بتشتغل في الألياف الطبيعية، سواء من الجانب المعماري زي حالتي كده، ومجموعة كبيرة من الناس الإنشائيين، والناس اللي بتشتغل في المواد الجديدة البديلة والمواد الذكية، أو اللي هي التدخلات الألياف اللي هي الممبرز اللي حطيناها جوه الكيان بتاع الكوبري ده. فال 15 شريك دول عملنا الفكره دي بتاعت اول كوبري على مستوى العالم يكون كوبري ذكي ومعمول بالالياف الطبيعيه دي. والمفروض في 3 كباري، واحد منهم اوريدي انشئ وافتتح في يوم الارض اللي هو الايرث داي، يعني يوم 22 ابريل، وده طبعا ليه دلاله يعني على الاستدامه، واوريدي تم افتتاحه في مدينه الميرا في هولندا. والكوبري الثاني ان شاء الله هيفتتح اخر العام الحالي او في بدايه العام المقبل ان شاء الله في مدينه اولم في المانيا، والكوبري الثالث هيفتتح في نهايه العام القادم ان شاء الله في مدينه بيرجن اوبتوم، دي مدينه برضه هولنديه. وكل الكباري دي بتاعت حضرتك. يعني انا المعماري بتاعها يعني، ايوه، بس طبعا ما حدش بيعمل الشغل لوحده يعني، احنا يعني مفهوم. شراكه عدد ضخم يعني. وحضرتك بتترأسي الفريق الألماني كمان، يعني ماشي، يعني الحاجات كلها ما شاء الله. أنا مش عاوز أحسد برضه. دكتور هناء، أسئلة قد تبدو يعني مش في صلب الموضوع، لكن حضرتك اتخرجت يا فندم من كلية هندسة فين؟ هندسة عين شمس، وأفتخر طبعا يعني. هندسة عين شمس، يعني أيوة مطلعين عباقرة من هندسة عين شمس، كذا الحال هنلاقي في القاهرة وفي اسكندرية وفي أسيوط وفي كل حتة. جميل. يعني حضرتك سافرتي ألمانيا هندسة إمتى يا محترمة فندم؟ جدا. طبعا، لا كان معروف طبعا دكتور رقباوي أشهر دكتور هندسة في مصر يعني.
هندسة وصفية وصفية طبعا. طبعا. ايوه مظبوط. طب اصلا ساقط اعدادي هندسة، فكانوا ليه بيخوفونا بس؟ بدكتور، ما كملتش بقى خلاص، عرفت ان انا مش مهندس، يعني واحد ده بالجاكيت زيتوني هيطلع مهندس. السؤال بقى، حضرتك يا فندم سافرتي المانيا امتى؟ في 2009، في كان علشان 2009 بدأت الدكتوراه بتاعتي وخلصتها في 2014، وفي النص هو انا اصلا عمارة بس عملت يعني كذا براءة اختراع في مجال المواد، ودي كانت حاجة ما هياش محسوبة من الاول، يعني ما كنتش عاملة حسابي ان انا هعمل اختراع ولا حاجة، لكن علشان انا جاية من مجال عمارة وتصميم وكده، ف يعني الاساس بتاعت رساله الدكتوراه بتاعتي على ان احنا نعمل تدوير للمخلفات النباتيه زي القش اللي هي مشكلتها طبعا معروفه في مصر، وبدات من النقطه دي، وبعدين خلصت الرساله على ان المشكله في مصر يعني لا تشكل 2% من المشكله العالميه، وفي مشكله فعلا عالميه في المخلف ده، ومخلفات كتير موجوده عندنا ريسورسز يعني في مجال البناء، لكن احنا عاملين نستخدم برضو اسمنت وحديد ونفس المواد هي مش بنستخدم مواد من الالياف الطبيعيه. فاثناء الرحله دي عملت مجموعه كبيره من المنتجات مع فريق بحث يعني اسسته، ويعني احد المنتجات دي اتعمل لها براءه اختراع، اتعملت على مستوى اوروبا والولايات المتحده والجانب الاسيوي في ماليزيا، فالحمد لله حققت نجاح كبير، ومنها طبعا يعني كان في سمعة طيبة الحمد لله، وده خلت يكون في شراكات كتيرة، وكانت من آخرها أو من ضمنها المشروع بتاع الكوبري. طب حلو قوي. السؤال بقى، الكوبري بيصلح لأي استخدام؟ هل بيصلح للاستخدام بتاع المركبات، ولا يصلح لاستخدامات المشاة والأفراد المترجلين، ولا يصلح لكل الاستخدامات؟ لا حاليا للمترجلين وللبايسيكلز الدراجات، حلو. ده الستاندرد الحالي، وده احنا ماشيين واحده واحده، لان ده طبعا يعني حاجه جديده جدا، واحنا بنعمل يعني في بيانات كامله بتتاخد عن طريق الكوبري ده علشان نستفيد بيه بقى في الكوبري القادم، نشوف الى اي مدى ممكن يتم التحميل. في حوالي 2 أو 3 بي اتش ديز في هولندا، ناس دكتوراه موضوع رسالتهم بحث النقطة دي بالذات، مدى التحمل لحد فين، وفي اونلاين داتا داشبورد كده ممكن اي حد يخش على اللينك ده اونلاين ويشوف ايه اللي بيحصل كل جوه الكوبري في الريل تايم، يعني وقت بالظبط اللي بيجرى يشوفه. كل دي حاجات عشان نبقى عارفين اذا كان بعد كده ممكن ننتقل لمرحلة بقى ان للمرحلة هو اللي يبقى بعد كده. كوبري عام، ولا نستمر ده بده لحد امتى ان هو يبقى مشاة وللدراجات يعني. طيب، من حيث الاقتصاد الكمي، هل بناء وتصميم هذا الكوبري هو اقتصاديا مجدي، ولا انه تبقى تكلفته كبيرة في اطار الاستخدامات العامة بعد كده؟ يعني لو لا مش دلوقتي. لا خلاص احنا الحمد لله عدينا فكره ان يبقى حاجه ايكونوميك كمان، لان احنا لما نيجي نقيس السعر بتاع الالياف مثلا بتاعت الكتان بالمقارنه بالياف الكربون او الالياف الزجاجيه او الحديد او الاسمنت، لا يعني خلاص احنا وصلنا لنقطه ان بقى في بيسموها في الالماني كونكورنس او حاجه، يعني ايه بقى في فعلا منافسه شديده. المنافسه دي خلاص هتؤهلني ان انا يكون لا يعني عندي كيان كامل من المواد البديله يصلح تماما ان هو يتم استخدامه كبديل، والبديل ده مش حاجه هتبقى بيسموها نيش برودكت، هي مش نيش برودكت، هي مش حاجه كده يعني جميله نايس تو هاف، لا دي حاجه فعلا هتبقى مشاعه، وهتبقى يعني هتجتاح الاسواق العالميه باذن الله في خلال الفتره المقبله، وده كمان حصل بعد ما حصلت الحرائق المعروفه بتاعت غابات الامازون واستراليا وكده، فبقت فكره ان احنا نجيب مواد تعتبر متجدده بقت فكره يعني مطروحه جدا، وطبعا انتشار الامراض وكده كل دي حاجات بتوري على المستوى العالمي قد ايه فكره الاستدامه دي ما بقتش يعني نايس تو هاف، لا ده بقت حاجه اساسيه لازم الكل يمشي فيها، والفكره الاقتصاديه خلاص اتحققت فيها الحمد لله. يعني يمكن
أنا عارف إن الهولنديين مهتمين جدا بمسألة وجود مواد جديدة تبقى عندها قدرات تحمل أعلى وتكلفتها أقل، خصوصا أنا فاكر مرة اتفرجت على إن هم بيعملوا خليط ما بين الخرسانة العادية بنسبة معينة ونسبة ما بين الفايبر جلاس أو الألياف الزجاجية، معدل التحمل بتاعها أعلى من استخدام الحديد اللي إحنا نعرفه الحديد الصلب، وحتى أرخص كمان في السعر، وتم استخدامها على نطاق تجاري. يعني أصبحت الخلاطات دي بتتصدر وبتروح لكل حتة في أوروبا والناس بتبني بيها وتمام. هل النوع ده من الكباري اللي حضرتك حصلتي على براءة اختراعه من الممكن إنه يتم تصنيعه واستخدامه في مصر؟ ايوه، هي بس في بعض التصحيحات. هو براءة الاختراع كانت في ماده تانية مش ماده اوكي الكوبري دي تمام جروب تاني اللي عملها. فهمتك. اما بالنسبه ان هي تنتشر على غرار حضرتك، المثال اللي قلته بالظبط صح 100%، لان الخليط اللي حصل ما بين الجلاس فايبرز والخرسانه هو ده المرحله اللي تسبق اللي احنا فيه بقى. يعني اللي ايوه احنا فيه ده هو التطور فعلا، التطور ان فعلا يعني ده 100%، لان الجلاس فايبرز دي خلاص تم احلالها بالالياف النباتيه، وبدل ان الماده الرابطه ان هي تكون الكونكريت، يعني بقت حاجه تانية اسمها بوليمرز، او مجموعه كده من البوليمرات ايوه مختلفه. احد جامعه لوفن في بلجيكا هي المسؤوله عن التصنيع بتاع الخامه الجديده اللي هي الماده الرابطه دي. ف أنا نسيت السؤال بقى في الشرح ده كله، السؤال كان إيه على السؤال؟ مسألة إمكانية تصنيع ده واستخدامه في مصر، هل ده ممكن ولا ممكن؟ طبعًا، لأن إحنا عندنا أصلًا في مصر حجم إمكانيات مهولة. أولًا الصناعات البلاستيكية عندنا في مصر يعني بتحتل مكانة محترمة جدًا في الناحية الاقتصادية، وطبعًا البلاستيكات بشكل عام منتشر، وإحنا بنتكلم على الصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية صحيح دي يعني موجودة في مصر ومتاحة، وفي كمية يعني أساليب إنتاج كبيرة جدًا موجودة. الألياف الطبيعية عندنا خامات طبيعية يعني كميات ضخمة جدًا، سواء مخلفات أو من المواد التانية الخاصة بقى بالكتان والأقطان، القطن المصري طبعا المعروف، وكل الكلام ده صحيح خلاص بقى ينفع يتعمل بيه الهياكل اللي احنا بنتكلم فيها، هياكل إنشائية كاملة أو قواطيع وأرضيات وأظن مخلفات يعني النخل اكسسوارات وكده. والألياف بتاعة النخل وما إلى ذلك كان في أبحاث اتعملت عليها في مصر هنا فعلا تقريبا من حوالي 20-25 سنة. صح فعلا. انما الحاجه الجديده ايه دلوقتي؟ يعني حتى كان في استاذ معروف جدا في حتى في هندسه عين شمس كان شغال على الحكايه دي، وكان عامل مركز الصناعات الصغيره، كانت حاجه تقريبا دكتور حامد المصلي تقريبا على ما اتذكر، يعني شغله محترم وفوق الممتاز. انما الحاجه اللي حاصله دلوقتي او الطفره حاصله بسبب ان احنا عايشين في العصر الرقمي خلاص، يعني حجم الاساليب للانتاج للحاجات دي واساليب التصميم اللي احنا ممكن عن طريقها نعمل يعني بروجنوز او نعرف مقدما ممكن فين اوجه الاجزاء اللي هي تعتبر ضعيفه، بحيث نعمل لها تدعيم في انهي اجزاء لما نيجي نعمل مبنى كامل او لما نيجي نعمل هيكل او كده، خلاص ده بقى متاح. والحكايه دي فرقت بقى عن 20 سنه فاتوا، ان بسبب التطور التكنولوجي الهائل اللي حاصل اتاح بقى فرصه للمواد الجديده او المواد اللي هي بنعيد اكتشافها، لان الخامات دي موجوده من زمان، وكانت من يعني من وقت الفرعون، العصر الفرعوني كانت بتستغل باساليب مختلفه. فدلوقتي زي ما بنقول كده بنعيد اكتشاف المواد اللي هي المحليه اللي موجوده، بس باستخدام الطرق الحديثه اللي حاليا احنا عندنا يعني we have good luck، يعني ان احنا عايشين في العصر حظ ده مايت. ونقدر نستخدم التكنولوجيز دي. يعني طب دكتور هنا يمكن سؤالي الأخير، هل أنا أقدر أفهم كويس جدا أن هذه الأبحاث بقى لها فند أو تمويل وليها شركات ومؤسسات داعمة، وبالتالي بيبقى هذا المنتج بيبقى ملك للمؤسسات الداعمة بشكل أو بآخر، أو بتبقى شريكة فيه بمعنى أدق؟ هل من الوارد أنه دكتور هناء ضاحي تيجي تنفذ ده في مصر؟ إذا كان بقى بالتعاون مع هذه المؤسسات اللي موجودة ما بين هولندا وفرنسا وألمانيا وما إلى ذلك، أو إنه من الممكن إجراء أبحاث جديدة على منتجات أخرى ببراءات اختراع ملك لدكتور هناء ضاحي وإنه يتم تنفيذ ده في مصر، هل ده وارد قريب؟ وارد أتمنى أن جدا يكون بعيد. جدا، يعني جدا يا ريت جدا والله ما فيش اي فرحتيني. مانع. التكنولوجي ترانسفير دي طبعا متاحه وبتبقى ملك لكل البشريه، يعني ما فيش حاجه اسمها انها حكر على حد،
وطبعا يعني يا ريت ان الكلام ده يتنفذ في مصر وهو متاح تنفيذه، احنا بس عايزين جهات تعاون تبقى يبقى فيه نعمل كوميونيكيشن، وطبعا الكلام ده ممكن يتنفذ باذن الله. احنا جاهزين يا فندم، والله العظيم انا بتكلم بجد. كان في مؤتمر امبارح مهم جدا عامله رئيس الحكومه، يعني حاجه عظمه جدا. اعتقد انه المؤتمر ده مخرجاته فعلا جاهزين، جاهزين بتذليل كافه العقبات البيروقراطيه اللي ممكن تكون كانت بتحصل زمان. اخر حاجه، سؤال غريب، الماجستير يا فندم كان من مصر ولا من بره؟ من مصر، من الناس الجمال بتوع عين عين شمس، شمس بقى. بحبهم جدا. ربنا يا ربنا يعلي مراتبك يا دكتور، الله اصل يخليك. بتفرحيني بانه قد ايه احنا دايما طول الوقت مخطئين في عقده الخواجه، والله العظيم لا لا مش مظبوط، احنا كويسين جدا على فكرة. مش كده؟ الحمد لله. ده حقيقي. دكتور هناء ضاحي هي مدير المشروع او مدير الفريق الالماني، الالمان مديرتهم ست مصريه فاضله، عقل مبهر يفرح، حاجه تفرح والله العظيم. دكتور انا متشرف حقيقي والله دون اي مجامله بالمكالمه دي، بشكرك حقيقي دون مجامله انك شرفتيني بانك قابلتي انك تكوني ضيفتنا عبر زوم في برنامجنا. الف الف شكر يا دكتور، مشرفانا ومشرفه مصر كلها، كل التوفيق، ويا رب اشوفك في مصر قريب ننفذ المشروعات والابحاث دي، والنبي إن شاء الله، إن شاء ألف الله ألف يا شكر فندم، بإذن شكرا الله. جزيلا، الله شكرا ليك يخليك، يا دكتور، شكرا كل جزيلا. الشكر لدكتور هناء ضاحية.